عايزك تعلق لي على اللقطه دي. يعني هل وانت بتشوف كده يا كابتن احمد التمرين مع خلينا في لقطه الحراس يا جماعه من فضلكم لانها مهمه جدا. كابتن احمد ناجي دايما بيتكلم على النقاط النفسيه وده مهم جدا، فهرجع تاني صوره حراس المرمى يا كابتن احمد. هل الصور دي او الفيديوهات دي بتدي لك انطباع معين؟ اكيد العلاقه اللي بتبقى واضحه من خلال الصور دي معاهم حارس كبير وحارس ذو خبره عظيمه طبعًا جدا كابتن محمد الشناوي، والولاد دول طبعا بيستفادوا منه بشكل اكتر من رائع. هو كمان طبعًا نفسيه حلوه وطيبه بيأثر بالايجاب عليهم، حتى لما تحس مثلا مصطفى بيتكلم على الشناوي او حمزه بيتكلم على الشناوي بتلاقيهم بيقولوا شعر، وفعلا بيبقى الكلام تشعر الشناوي كانه كوتش، انت حاسه حاسس بالصدق في الصوره. يعني حاسس ان هم كلهم يعني ما فيش حد منفس، ما فيش حد عنده تطلعات. خلينا نقول بمنتهى الامانه كابتن احمد انه حراس المرمى بينهم منافسه اكيد، وكل واحد بيبقى نفسه يلعب. لا طبعا وده ما يزعلش في حاجه، لكنه زي وهو الحراك اللي حصل في الفتره الاخيره نتيجه المنافسه. مظبوط. فدلوقتي كل واحد هيطلع الماكسيمم بتاعه عشان يحافظ على مكانه. أيوة. وده طبيعي وشرعي.